بالغ السيل الزباء كلمات عبر بها بعض أعضاء مجلس النواب جراء ما وصلت إليه البلاد من حالة فوضى واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جعلت من اليمن تعيش تحت وطأة الظروف الصعبة، وما زاد من استنكارهم الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر من تجاوز مهمته الرسمية والدور الموكل إليه في متابعة آلية تنفيذ المبادرات الخليجية. جمال بن عمر يعني تجاوز حدوده يعني المحددة له ضمن المهمة الدولية أن ينفذ ما جاء في المبادرة الخليجية فقط. الآن بدأ ابن عمر يتطاول وتدخل في الشأن الداخلي اليمني، وهذا شيء نرفضه تماما ولا نقبل به، واعتبر الآن مندوب سامي أو حاكم بأمره في اليمن، ونحن نرفض هذا الكلام. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يوزع هذا الرجل على المناطق الساخنة في العالم لكي يستفيدوا من خبرته ودهائه في الفتن والمشاكل بين الشعوب. أنا أعتقد أنها تدخل سافر في شؤون البلد، وهو مندوب دولي عليه الإشراف على المبادرة الخليجية لا أقل ولا أكثر، وتصريحاته وتدخله في صعده وفي كثير من القضايا المحلية، أنا أعتقد هذا ليست من صلاحيته، وعليه أن يحترم الشعب اليمني، فالشعب اليمني قادر أن يحل قضايا الداخلية. الأعضاء سنكروا التصريحات الأخيرة لابن عمر مشيرين أنها تصب في تأجيج الوضع وإثارة الفتنة، واصفين إياه بالمخالف للأعراف الدبلوماسية. أنا أتابع تصاريح ابن عمر وتدخلاته السافرة في شؤون اليمنيين، لذا لو كان عاد عندنا ذرة كرامة أنه ما يجب أن يبقى في اليمن دقيقة واحدة. بن عمر تطاول أكثر من اللازم، وكنا نتمنى على الأمم المتحدة إذا كانوا حريصين على اليمن أن يأتوا لنا بديل عن بن عمر، لأنه طفع الكيل. بن عمر بدأ يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة في الذي الأمور التي لا تعنيه. أنا أتمنى على الأمين العام للأمم المتحدة أن يبعث مثل هذا المبعوث اللي هو لديه القوة الخارقة إلى أفغانستان لحل القضايا هناك، أما هنا فللأسف أنه زاد الطين بلة. نحن نتمنى يعني وأصبحنا على مشارف الخطوات النهائية أو الأمتار النهائية من مؤتمر الحوار الوطني والذي نأول عليه الخروج يعني مخرج طيب للبلد وخروج من هذه الأزمة، ولكن أعتقد في ظل وجود مثل هذا الشخصية مثل هذا المبعوث أعتقد أنها ستزيد الطين بلة. البرلمان أقر تشكيل لجنة برلمانية من 6 أعضاء مهمتها النزول الميداني إلى محافظة صعدة لتقصي الحقائق عن النزاع المسلح في مديرية دماج، ومن ثم الرفع بتقريرها إلى المجلس. أنا أقول الحقوق أن اللجنة هي مهمتها يعني تقصي حقائق، وليس مكلفة أنها باتنهي الخلاف. الخلاف يعني أنه أكبر من أن تكون لجنة مسقرة من المجلس تحل هذا الخلاف. المجلس أحال رأي اللجنة الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المال العام إلى اللجنة المختصة لدراسته، كما واصل الاستماع إلى توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2010. خالد الصايدي، اليمن اليوم، صنعاء.